في مصنع الغزل والنسيج بمدينة السادات هنحاول ان احنا نشوف طبعا الموظفين والعاملين رأيهم ايه وتوقعاتهم ايه عن مباراة الاهلي وسيراميكا مباراة الاهلي وسيراميكا شايف المباراة ازاي وبتتمنى المباراة تبقى ايه انا متوقع 2-0 للاهلي ان شاء الله ونتمنى ان الاهلي يؤدي اداء كويس يعني ونشوف ماتش جميل اقول لهم يعني شدوا حيلكم وخلوا بالكم من الاهلي وكده كده هنكسب ان شاء الله ونرجع زي ما كنا الاول تاني اللهم ربنا يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله جمهور الاهلي في ظهركم باذن الله ان شاء الله يعني بنتوقع ان الاهلي يكسب طبعا ان شاء الله ونكسب في السوبر باذن الله ان شاء الله طبعا الاهلي هيفوز يعني والنتيجه هتكون يعني مثلا في حدود 3 0 يعني ان شاء الله شايف ان اللي يقدر يدخل اجوان امام عاشور يعني لاعب ممتاز كويس وان شاء الله ناخد السوبر يعني. منتظرين ان شاء الله يحققوا مكسب ومكسب مرضي كجمهور وده عشمنا في النادي الاهلي وما عدناش بنراهن عليه لان احنا خلاص بقى عندنا ثقه ويمكن دي من ضمن مشاكلنا الشخصيه كجمهور ان احنا بقينا عندنا ثقه مفرطه وما عندناش بديل غير الفوز يعني. ان شاء الله يعني الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-0 او كده يعني. الله يحسن الشحات اظن حسين الشحات يعني و... وسام ابو علي طبعا <applause> مفيش توقعات ان شاء الله الاهلي ما هي دي ما فيهاش هزار يعني دي ما فيهاش هزار تاريخ الاهلي بيقول كده تاريخ الاهلي بيقول كده باتريك باذن الله وسام باذن الله وسام هيجي باتريك من التالتة شمال بنهز جبال وباعلى أعلى صوت دايما بيشجع الابطال فارق كبير <applause>